أغرب الأشخاص على وجه الأرض، تعرف عليهم. لا تقتصر المعاناة على ذوي الاحتياجات الخاصة ولا على من يعاني من أمراض، فهناك حالات نادرة لبعض الأشخاص سواء جسدية أو شخصية، حالات يمكن القول إنها حدثت مرة واحدة لشخص واحد على كوكب الأرض. تعالوا أعرضها عليكم. نغوك لم ينم منذ 3 عقود. هي نغوك عمره 64 عاما لا يستطيع أن ينام ليلا منذ أن أصيب بالحمى في عام 1973، ورغم ذلك ما زال يتمتع بحياة جيدة ويمتلك أسرة تتكون من 6 أبناء وزوجة، ويعمل في الزراعة ورعاية الخنازير. بهجت يمتلك أخ توأم في معدته. بهجت هو أحد سكان مدينة ناغبور بالهند، ويمتلك ورما ضخما بالمعدة منذ لحظة ولادته وحتى وقت قريب. أثناء قيامه بعملية جراحية في عام 1999 تم اكتشاف أمر لا يصدق، حيث بدأت سوائل غريبة تخرج من بطنه، ثم خرج أحد الأطراف البشرية وجزء من الأعضاء التناسلية والشعر، كما لو أنه يمر بعملية إنجاب. واكتشف العلماء أن بهجت ظل طوال حياته يحمل أخاه التوأم داخل بطنه. يوكي قضى 28 عاما مختبئا بعد الحرب العالمية الثانية. سويتشي يوكي كان أحد جنود الجيش الإمبراطوري الياباني في عام 1941، وتم إرساله في مهمة إلى غوام عام 1944. بعدها استولت القوات الأمريكية على الجزيرة وهرب يوكي للاختباء. في عام 1972 عثر 2 من سكان الجزيرة على يوكي مختبئا في كهف تحت الأرض لمدة 28 عاما، حتى بعد أن علم بانتهاء الحرب العالمية الثانية، ولكنه يرى أن عودته للحياة ومعرفة أمر هروبه هو أمر حرج لا يقدر على تحمله. ما تعليقك؟ شاركنا برأيك ولا تجعل المعلومة تقف عندك، وشارك الفيديو.